بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله يا الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله يا الله والحمد لله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل، فإنما يجدي فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال. موضوع البحث في تنبيه الثاني من تنبيهات التي جاءت في تكملة بحث اجتماع الأمر والنهي، وموضوع البحث كان وجوه التي أقيمت لتقديم النهي على الأمر عند الامتناعيين. وجه الأول ذكرناه، أي قوة دلالة النهي على الأمر، وذكرنا أن هناك بعض المناقشات للمحقق الخراساني على الوجه الأول. بعده ذكرنا وجه الثاني، أنه عقلاء وخارجان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فعند دوران الأمر بين الأخذ بالأمر وبين الأخذ بالنهي نقدم النهي على الأمر، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكرناه وبقي ناقصا، وإلى الآن محقق الخراساني رضوان الله عليه ذكر ثلاثة إشكالات على هذا الوجه. منها أن هذه الأولوية بعض الأوقات بالعكس لا تكون كلية، بعض الأوقات جلب المصلحة والمنفعة أولى من دفع المفسدة مثلا. وأيضا هذه القاعدة أجنبية عن مقام الجعل والتشريع، هذا يرتبط بالواجب والحرام وفي مقام العمل بالتكليف، والحال أن بحثنا يكون في التشريع وبالنسبة إلى فعل الله سبحانه وتعالى. وإشكال الثالث الذي ذكرناه، قلنا ولو نغمز عن كل هذه الإشكالات دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة يكون تماما إذا كانت الأولوية قطعية، وإلا أولوية الظنية لا تنفع. من الآن محقق الخراساني يقول ولو سلم أنه يجدي، لو نقبل أن الأولوية الظنية أيضا تكفي ولا نحتاج إلى الأولوية القطعية، فحينئذ عندنا إشكال رابع عليكم. في الحقيقة بنظر المحقق الخراساني رضوان الله عليه، إذا تتمسكون بالأولوية الظنية لتقديم النهي على الأمر، نقول بعد فتح باب الظن، بما أن هذا الظن يكون حجة ويأتي فيه احتمال الخلاف، فحينئذ يفتح المجال للتمسك بالأصول العملية أيضا. لأجل هذا، بما أن أصول العملية كأصل البراءة وأصل الاحتياط يكون حجة، إذا كان في مورد التمسك بالبراءة والاحتياط ممكنا، فيجب علينا التمسك بهذه الحجج ونترك هذا الذي ذكرتموه، أي دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. نعم، هناك بعض الموارد مثل دوران الأمر بين المحظورين لا يمكن إجراء الاحتياط ولا يمكن إجراء البراءة، فيحق لكم التمسك بهذه القاعدة طبعا بعد الإغماز عن الإشكالات الثلاث التي ذكرناها في حلقة القبل. يقول ولو سلم أن القطع لا نحتاج إليه،
بل يكفي الأولوية الزنية ولو سلم أنه يجديك، أنه أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ينفع، ولو لم يحصل القطع بالأولوية بل الظن بالأولوية أيضا يكفي. نقول فإنما يجديك، فإنما يجدي الظن بالأولوية في مورد الذي لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال. أصل البراءة لا يمكن التمسك به، إصالة الاشتغال لا يمكن تطبيقها. ما هو مورد هذا المورد؟ يعني مورد الذي لا يمكن التمسك بالأصل، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعينيين، في دوران الأمر بين المحظورين، أي دوران تكليف العبد بين الواجب التعيني والحرام التعيني، التمسك بالبراءة لا يكون ممكنا لمنافاته للعلم الإجمالي. فرضنا أنه علم إجمالي يوجد بثبوت أحد التكليفين، فالتمسك بأصل البراءة يتنافى مع العلم الإجمالي، والتمسك بأحدهما والتمسك بالأصل في أحد الطرفين يكون ترجيحا بلا مرجح. وأما التمسك بأصل الاشتغال أيضا لا يكون ممكنا، لأن الاحتياط في دوران الأمر بين المحظورين من الأساس لا يكون ممكنا. مجال الاحتياط يكون في المتباينين مثل دوران الأمر بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة، أما في دوران الأمر على حال في المحظورين هناك ما هو إما يقع هذا وإما يترك، لأجل هذا ما هو احتياط أي الجمع بين التكليفين لا يكون ممكنا. صاحب الكفاية يقول في مثل هذا المورد، أي مورد الذي التمسك بالأصل يكون منتفيا ويكون مبتلى بالمانع، فبعد الإغماض عن الإشكالات القبل من حقكم أن تتمسكوا بقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. يقول كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعينيين، لا فيما يجري، لا في مورد الذي هناك مجال للأصل، فحينئذ كما في محل الاجتماع في بحثنا هذا في مثل هذا المورد، أي في المجمع الذي نحن فيه في الصلاة في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة، هناك يمكن التمسك بالأصل. إذا كان التمسك بالأصل ممكنا، إذا كان التمسك بالأصل ممكنا، فكيف نرفع اليد عن الحجة ونذهب إلى هذه القاعدة المذنونة التي لم يثبت حجيتها ولم يقام الدليل على اعتبارها؟ يقول كما في محل الاجتماع، مادة الاجتماع في دوران الأمر بين أمر والنهي، يقول لماذا نتمسك هنا بالأصل؟ لإصالة البراءة عن حرمته، لإجراء إصالة البراءة عن حرمة محل الاجتماع. نقول لو يصلي في أفرز أرز المغصوبة صلاته لا تكون حرامة مثلا، ففي النتيجة ما هو؟ بعد إجراء البراءة عن حرمة المجمع، حرمة محل الاجتماع، فيحكم بصحة محل الاجتماع. يعني شخص لو صلى في هذا المجمع صلاته محكومة بالصحة. بيان ذلك، نقول في هذا المجمع إجراء البراءة في جانب الحرام ممكن، أما في جانب الوجوب لا يكون ممكنا. في جانب الحرام يكون ممكنا لأنه لا يوجد هناك أي مشكلة، نشك أن المجمع حرام أم لا نجري البراءة، لأن الفرض أنه وصلنا إلى الشك. وأما على أي حال ما هو بالنسبة إلى الوجوب؟ نقول نحن ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الوجوب يكون له عدل وبديل، يمكن قراءة الصلاة أو يمكن إتيان الصلاة في هذا المجمع أو في خارج المجمع، مثل البيت ومثل المسجد وأمثالهما. بعبارة أخرى، جانب الوجوب واجب تخييري وجانب الحرمة واجب تعييني، لا بدل له بالنسبة إلى الغصب. لأجل هذا إجراء البراءة في جانب الحرام ممكن، أما في جانب الوجوب لا يكون ممكن، لأن البراءة لأي شيء يكون؟
لرفع الكلفة لرفع الضيق عن المكلف مع وجود الواجب التخييري لا كلفة ولا ضيق على العبد حتى نكون محتاجين إلى جريان البراءة. لأجل هذا إجراء البراءة ها هنا في جانب الوجوب لا يكون ممكنا وفي جانب الحرام بلا معارض يكون ممكنا فنتمسك بإصالة البراءة. بعد التمسك بإصالة البراءة صلاة محكومة بالصحة ولا نحتاج إلى هذه القواعد الزنية. فيحكم بصحته بصحة محل الاجتماع حتى ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط. إن شاء الله في أصول العملية ستأتي أنه في دوران الأمر بين المتباينين يقينا نتمسك بإصالة الاحتياط، أما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء والشرائط المأمور به إذا كان الأقل والأكثر مستقلان، هنا إذا ذهب المشهور إلى أي شيء؟ إلى إصالة البراءة. ولكن إذا كان الأقل والأكثر عن قبيل ما هو ارتباطيان مثل الأجزاء والشرائط بالنسبة إلى الصلاة، مثل الاستعاذة بالنسبة إلى سائر أجزاء الصلاة، فهنا إذن مسألة محل الاختلاف. بعد ذهب إلى إصالة الاحتياط أي إتيان الصلاة مع الاستعاذة، والبعض ذهب إلى التمسك بالبراءة حتى في أقل وأكثر الارتباطيان. صاحب الكفاية يقول حتى لو نذهب إلى الاشتغال والاحتياط في الشك في الأجزاء والشرائط، مع هذا في بحثنا هذا لا بأس عليه بأي شيء بإجراء البراءة. في بحثنا هذا نحن نتمسك في هذه المسألة عليه بأي شيء؟ نتمسك بإصالة البراءة في جانب الوجوب ولا يوجد هناك أي مشكلة. لأجل هذا بنظر صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمات المرفوعة بإصالة البراءة عنها عن هذه الحرمة عقلا ونقلا. على أي حال بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط نقول تارة ما هو وجود الواقعي يكون شرطا وتارة ما هو وجود الفعلي يكون شرطا، هناك هذا البحث يوجد. لأجل هذا ما هو إذا قلنا أن وجود الواقعي يكون شرطا نعلم أو لا نعلم يجب علينا الاحتياط، ولكن إذا قلنا أن وجود الفعلي يكون شرطا فالبحث يختلف. بالنسبة إلى بحثنا هذا وجود الواقعي لا يستطيع أن يكون مبغوزا، نحن نتكلم عن المبغوزية وعدم المبغوزية. إذا كانت جانب الحرام فعليا فيستطيع أن يكون مانعا عن الصلاة، غصب إذا كان فعليا، مثلا نحن عالمين بالغصب، وإلا إذا كنا ناسين، إذا نكون جاهلين، إذا نكون مضطرين، إذا لا نعلم بالغصب أصلا، فهنا إذن ما هو هذا الغصب لا يستطيع أن يكون ما هو مانعا. يقول ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط من باب أنه ما هو أجزاء والشرائط وجودها الواقعي شرط، فإذا شككنا نحتمل من أجل الحفظ على هذا الاحتمال يجب علينا التمسك بالاحتياط. أما في بحثنا هذا في بحث دوران الأمر بين تقديم الصلاة وتقديم الغصب نقول غصب الفعل يكون مانعا. بما أنه غصب الفعل يكون مانعا رفعنا حرمته الفعل بإصالة البراءة، فأي مانع من التمسك بجانب الأمر والحكم بصحة الصلاة؟ يقول فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوع بإصالة البراءة عنها عن الحرمة عقلا ونقلا، عقلا قبح العقاب بلا بيان، نقلا رفع ما لا يعلمون. هذا كله بالنسبة إلى هذا البحث. إذن صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول بحث الاشتغال وبحث الاحتياط مستقل عن بحثنا هذا. في بحث الفعلي في المجمع الذي نتكلم عن
إذا كان الحرام فعليا يسبب لنا مشكلة، وإذا لا يكون فعليا كما رفعنا فعليته بإصالة البراءة فالحكم بصحة الصلاة لا بعد. بعد يقول نعم، هذا النعم في الحقيقة نوع من الاستدراك عن الباحث، أنه ما هو على أي حال نحن في الأبحاث السابقة بينا أن الأحكام تابعة للمصلحة والمفسدة، هل المصلحة والمفسدة الواقعية تكون شرطاً أو لا مصلحة ومفسدة الفعلي والمعلوم تكون ما هو لها دخل بالنسبة إلى التكليف. لأجل هذا يقول نعم، لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوزية، ولو لم تكن الغلبة بمحرزة، ولو لا نعلم أن المفسدة الآن توجد أو لا توجد، أو لا نعلم أن المفسدة غالبة على المصلحة أم لا كما في بحثنا هذا، يقول فأصالة البراءة غير جارية، بل كانت إصالة الاشتغال بالواجب لو كان الواجب عبادة محكمة. إذا قلنا أن الجهاد والملاكات الواقعي دخيلة في التكليف لا الجهاد والملاكات المعلوم، فهناك ما هو في هذا الباحث؟ يجب علينا التمسك بإصالة الاحتياط، لأنه في هذه الصورة نحتمل المبغوزية. إذا نحتمل المبغوزية في الحقيقة هناك من قبيل الشك في المحصل، العبادة التي روحها بقص القربة لا نعلم أن قص القربة بهذا العمل في الصلاة في المجمع يتحقق أو لا يتحقق. إذا لا نعلم فيجب علينا التمسك بإصالة الاحتياط، أي لا نصلي في هذا المجمع. ولكن إذا قلنا أن الأحكام تتبع المصلحة والمفسدة الواقعية ونحن نحتمل المفسدة هنا، إذا قلنا أن المفسدة الواقعية لا تكون شرطاً بل مفسدة الفعلية تكون شرطاً، نقول بالنسبة إلى المفسدة الفعلية بما أنه أجرين البراء عن الحرمة فلا علم لنا بها، لأجل هذا ما هو الحكم بصحة الصلاة أيضاً لا بأس به. صاحب الكفاية يقول نعم، لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوزية ولو لم تكن الغلبة بمحرزة، نعم لو قيل فأصالة البراءة غير جارية. هنا لا نستطيع أن نتمسك بإصالة البراءة في جانب الحرام، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان الواجب عبادة محكمة. هنا يجب علينا الاحتياط والإتيان بالصلاة في الدار وفي المسجد وفي غيرهما. ولو قيل بإصالة البراءة في الأجزاء والشرائط، لماذا؟ لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوزية. هذه النقطة مهمة جدا. في هذه السورة إذا قلنا ملاك التكليف المصلحة والمفسدة الواقعية، نقول حتى هناك في بحث الاحتياط في أقل وأكثر الارتباطي لو نذهب إلى البراءة، هنا نحن نصير احتياطيا لأن المورد يصير من قبيل الشك في المحصل لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوزية. هذه النقطة مهمة. طبعا في وسط صاحب الكفاية يقول لو كان عبادة، لأن الواجب لو كان واجبا توسليا مثل غسل الثوب ومثل أفرز دفن الميت وأمثاله، فحينئذ ما هو لا نحتاج إلى قصد القربة. إذا لا نحتاج إلى قصد القربة، المهم هو تحقق غرض المولى، وتحقق الغرض يكون ممكنا على أي حال هم في المجمع وهم في خارج المجمع. ولكن مشكلة كل المشكلة أن في الصلاة في دار الغسل نحن مواجهين مع العبادة، عبادة تحتاج إلى قصد القربة مع احتمال المبغوزية، قصد القربة لا يتمشى، وإذا لا يتمشى الحكم بصحة العبادة تصير مشكلة. هذا كله بالنسبة إلى هذا الجواب. لأجل هذا صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول أنه ما هو يختلف البحث جدا، أن الحكم تابع للمصلحة والمفسدة الواقعية أو لا تابع للمصلحة والمفسدة الفعلية. بعد صاحب الكفاية رضوان الله عليه ماذا يقول؟ يقول فتأمل،
بالنسبة إلى هذا وجه التأمل ذكر هناك في شروح الكفاية عدة وجوه. مثلا نقول حتى إذا كانت الأحكام تابعة للمصلحة والمفسدة الواقعية، نقول هم احتمال المفسدة يوجد في الصلاة في المجمع وهم احتمال المصلحة يوجد، لا علم بغلبة أحدهما على الآخر. إذا كان كلاهما متساويان يتعارضان ويتساقطان طبعا، إذا تساقطا فهنئذ ما هو؟ نقول أصل البراءة يجرى في جانب الحرمة بلا أي معارض كما بينا، في جانب الوجوب لا يمكن إجراؤه لأن الواجب يكون تخييريا، في جانب الحرمة يجرى لأنه يكون تعينيا، ففي النتيجة بعد إجراء البراءة في جانب الحرمة لا يوجد أي مشكلة لا في مرحلة الملاك ولا في مرحلة الظاهر، فيمكن الحكم بصحة الصلاة بناء على هذا. طبعا إذا نجعل وجه التأمل هذه النكتة، واحتمال يوجد أن صاحب الكفاية يقول لماذا تفرزون البحث في العبادات فقط، على أي حال بحثنا يكون أعما. صحيح إلى الآن محور البحث كانت الصلاة وهذا كان أمرا عباديا، ولكن يمكن أن يكون اجتماع الأمر والنهي مجمعه ومحل الاجتماع أمرا توسليا، فحينئذ لا يوجد أي مشكلة. ولكن هناك بحث آخر أن هذا الإشكال من الأساس يأتي إذا قلنا أن الأحكام تابع للجهاد والمصالح الواقعية، ولكن لو غيرنا المبنى وذهبنا إلى أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الفعلية والجهاد الفعلي، فهينئذ الحسن والقبح لا يكون جاريا وكلامكم أيضا لا يكون تاما وتماما. لأجل هذا صاحب الكفاية رضوان الله عليه يذكر هذه الوجوهات، وطبعا أكثر من هذا إذا ذكروا في وجه التأمل ربما من هذه التأملات نستطيع أن نستظهر أن صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقبل أنه يمكن إجراء البراءة في جانب التحريم، ففي النتيجة ما هو في جانب الوجوب لا يوجد هناك أي مشكلة، وأن الحكم بالصلاة يكون ممكنا. هذا كله بالنسبة إلى وجه الثاني. وجه الثالث الذي ذكروها لتقديم النهي على الأمر في المجمع، ومنها ومن هذه الوجوه الاستقراء. بالنسبة إلى الاستقراء، استقراء اصطلاح منطقي معروف أخذ من القرية، طبعا أشتق من القرية، مرادهم أن الشخص إذا أفرز يتحرك بين القرى من هذه القرية إلى قرية أخرى ومن هذا المحل إلى محل آخر، حينما يتحرك بين هذه القرى على حال ما هو؟ هو مشغول بنوع من الفحص والتحقيق والاستقراء. استقراء الاصطلاحي إذن كأنه نحن نتفحص عن الجزئيات، وبعد اصطياد حكم الجزئيات بالتدريج نصل إلى قاعدة الكلية وندعي أن القاعدة تكون تاما وفي جميع الموارد الحكم يكون كذا مثلا. هذا الاصطلاح يسمى استقراء. هنا أيضا البعض ادعى أنه نحن بالاستقراء في الفقه وفي مذاق الشرع من الطهارة إلى الديات والقصاص فهمنا أنه دائما يقدم الشرع النهي على الأمر، يقدم الحرام على الواجب، ويقدم الحرمة على أيها على الواجب. هذا الاستقراء يكون تاما وتماما ويكون حجة. ومنها ومن هذه الوجوه الاستقراء، فإن الاستقراء يقتضي الاستقراء ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة في أيام الاستزهار. هذا هو مورد الأول، أنه في أيام الاستزهار المرأة إذا كانت لها عادة سبعة أيام، ولكن في يوم الثامن والتاسع والعاشر أيضا يكون الدم جاريا. اصطلاحا هذا يسمى أيام الاستزهار، أن المرأة لا تعلم أنها دم الحيز أو غير الحيز. في أيام الاستزهار إذا نحكم بحيزية الدم تحرم عليها الصلاة، إذا حكمنا بعدم الحيزية الصلاة تكون عليها واجبة. هنا صاحب الكفاية يقول فقهاؤنا قدموا الحرمة على الوجوب
وأفتوا أن الصلاة على هذه المرأة في أيام الاستظهار تكون حراما. هذا مورد الأول. مورد الثاني وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين، هذا أيضا طبعا يكون منسوسا عندنا نصوص وروايات أنه ما هو يهريقهما جميعا ويتيمم. إناءين عندك أحدهما نجس والآخر طاهر، وإذا لا تعلم أن النجس ما هو والطاهر ما هو هم منسوس وهم مفتابك أنه نترك الماءين كلاهما ونذهب إلى التيمم. لا نعلم أن الوضوء بهذا الماء وبهذين الإناءين يكون واجبا أو يكون حراما. فقهاؤنا قدموا الحرمة، قالوا وضوء بالإناءين حرام، يهرقهما جميعا ويذهب إلى التيمم. هذا أيضا مورد الثاني من الموارد التي قدم في الفقه جانب الحرمة على جانب الوجوب. يقول كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين. طبعا بهاتين العلايها المصداقين نريد أن نثبت الاستقراء، وأن الاستقراء في الفقه يؤيدنا أنه دائما الحرام يكون مقدما على الواجب، وبعبارة أخرى دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. هذا نتركه على حال ما هو جواب هذا الوجه لجلسة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قهار اسمع دعائي واجب ندائي بالهادي المختار وبالهيجاء وبالزهراء فبحقهم يا مدعاك أحسن ما بي أحسن ما